اكيد يا مريهان. واحد كمان من اللعيبه المصريه اللي السنه اللي فاتت كان بيشرفنا فيها الملاعب العربيه محمد عواد. محمد عواد شكله حسم امره يا مريهان. صح محمد عواد امبارح ابتدينا كده بالليل نشوف صوره منتشره على السوشيال ميديا بتصور مع واحد من جماهير نادي الزمالك. مش ده الملفت، يعني احنا عرفنا مين هو نادي الزمالك لان في الخلفيه في علامه اللوجو بتاع نادي الزمالك. هاي الصوره معانا مع حضراتكم على الشاشه. فتواجد امبارح محمد عواد حارس مرمى الاسماعيلي في مقر نادي الزمالك بعد عقد او بعد ما عقد جلسه مع مسؤولي النادي الابيض. الجلسه جت لاتمام الاتفاق على كافه بنود تعاقد اللاعب الشخصيه مع الزمالك بعد ما اقترب النادي الابيض من اتمام كافه تفاصيل الصفقه مع الاسماعيلي، والمقرر ان بيكون الاعلان عن الصفقه بشكل رسمي بعد خوض الزمالك لقاء القمة. وكان مصدر في الإسماعيلي كشف في الوقت السابق أن الرتوش النهائية من الناحية المادية في صفقة انضمام محمد عواد للزمالك تمت بالفعل، لكن ما بيعطلها هو انضمام لاعبين من الزمالك إلى صفوف الإسماعيلي. وأضاف أن المقابل المادي ما بين اسمعي كريم 40 ل60 مليون جنيه، وهيتم حسم وفقا للاعبين المنتقلين من صفوف الزمالك إلى الإسماعيلي. يعني 40 مليون جنيه او 60، ما هو يعني ما هو لا ما هو التوضيح انت عايز منه. ايوه لا 40 مليون لو هاخد من الزمالك اتنين لعيبه اسماء كبيره. أيوة. 60 مليون لو اتنين لعيبه اسماء اقل شويه من الاسماء الكبيره اللي في الزمالك. فهو عشان تفهموا الشكل التعاقدي هيبقى عامل ازاي، محمد عواد بالارقام اللي كنا بنسمعها السنه اللي فاتت في اللاعبين السنه دي يستحق هذا الرقم، واحد من اهم حراس المرمى الموجودين في مصر. واحنا بنتكلم عشان نبقى امنه جدا، يعني بنتكلم في 3-4 حراس هم الحراس اللي ينفعوا يلعبوا الانديه زي الاهلي والزمالك في مصر. باقي الحراس هايلين وجيدين ولكن ما يقدروش يخشوا على الضغط الجماهيري بسرعه زي ما محمد عواد هيقدر يعمل ده مع الزمالك، خاصه مع غياب جنش اللي هيطول شويه بسبب الاصابه اللي تعرض ليها في كاس الامم الافريقيه. بالتاكيد هتبقى صفقة كبيرة جدا ومهمة جدا لنادي الزمالك لو تمت. المهم ان محمد عواد يخرج من الإسماعيلية بالشكل الأمثل اللي ما يخلوهوش في مشكلة بينه وبين جماهير النادي الإسماعيلي، عشان جماهير النادي الإسماعيلي تحديدا ما بتنساش أي حاجة. هو حارس رائع ومحترم ومهذب، المهم يخرج بشكل سليم الى نادي الزمالك. الصوره بتوضح خلاص ان فعلا الرتوش الاخيره من الاتفاق مع محمد عواد من قبل مجلس اداره نادي الزمالك خلاص اصبحت فعلا متبقي مشاهد بسيطه جدا، ونبتدي نشوف محمد عواد بتيشيرت نادي الزمالك. صفقه كانت ممكن مش على البال، اعتقد ان هي بالنسبه لمجلس الاداره كان ممكن مش في الحسبان ان المبالغ دي كلها يتم صرفها علشان ينضم حارس مرمى الا ان اصابه جنش المفاجاه أجبرت نادي الزمالك إن هو يدفع مبالغ كبيرة جدا علشان يسد هذه الثغرة اللي كان لازم يجيب فيها لعيب أو حارس ثقيل، فكان من المتوقع إن هو يصرف ملايين كتيرة جدا في صفقة حارس المرمى. بالتأكيد يا مريهان. وكان معانا الكابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي من كام يوم، واتكلم على إن الأهلي مش محتاج حارس مرمى في الوقت الحالي، ده في الوقت اللي كان فيه كلام إن محمد عواد ممكن يروح الأهلي أو الزمالك أو الأهلي دخل في مفاوضات لضم محمد عواد أيضا، لكن الكابتن طارق سليمان قال إن هو عنده حراس جيدين في الوقت الحالي، محمد شناوي شريف اكرامي وعلي لطفي وحتى الشباب مصطفى شوبير واحمد طارق سليمان، ده من ناحيه الاهلي. اما الزمالك فهو بالفعل هو محتاج حارس مرمى، ومحمد عواد يحتاج انه يلعب في الزمالك. انك تلعب في نادي الزمالك، نادي طبعا الاسماعيلي نادي كبير جدا وعظيم جدا، ولكن الزمالك يمكن حتى هيشارك في بطوله افريقيا السنه دي، دوري ابطال افريقيا السنه دي، بينافس دايما على صداره الدوري. كل ده يقرب كمان محمد عواد من منتخب مصر اكتر واكتر، ويخليه يقدر يوصل لمكانه اساسيه مع منتخب مصر، المكانة اللي هو بيحلم بيها وبيتمناها بقاله فترة طويلة.